اختتمت أعمال منتدى دراسات السادس بعنوان دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث بمجموعة من التوصيات، ومنها حث دول المنطقة على تطوير ومراجعة السياسات والقرارات المنظمة لعمل المراكز البحثية والفكرية لتتبنى الحيادية القائمة على عنصر تكافؤ الفرص في عمليات التوظيف وتقلد المناصب، بما يعزز تحقيق التوازن بين الجنسين. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدلي، مدير البحوث بمركز دراسات. أهلا ومرحبا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. في ختام أعمال منتدى دراسات السادس، ما أهم المواضيع التي تمت مناقشتها حول ذلك المحور؟ مساء الخير. المؤتمر يعني ركز على ثلاثة محاور بالأساس. أول محور هو كان حول موضوع يعني ماذا تم إنجازه في مجال إسهام المرأة ومشاركة المرأة في صنع القرار والمراكز البحثية والبحث العلمي عموما. فهنا يعني بمشاركة سعادة الرئيسة هالة الأنصاري لرئيس المجلس الأعلى للمرأة، يعني تم استعراض التقدمات الكبيرة اللي شهدتها مملكة البحرين في مجال إشراك المرأة في صنع القرار وفي مجال البحث العلمي عموما. كما أيضا تم استعراض خبرات الدول الخليجية أخرى وأيضا خبرات الشرق الأوسط وأيضا حتى خارج هذه المنطقة، لأن يعني شارك في المنتدى عدد كبير من الباحثين المميزين العاملين في كافة أنحاء العالم. فهذا تقريبا كان أول محور. ثاني محور تناوله المنتدى هو يعني طبيعة التحديات المستمرة التي تعاني منها المرأة في عالم صنع القرار وفي عالم البحث العلمي. وهنا على سبيل المثال على رأس القائمة كان موضوع الموازنة بين الحياة والعمل، لأن يعني في العصر الحديث هناك يعني ضغوطات متعددة على المرأة سواء من ناحية الأسرة أو مكان العمل. فالمنتدى يعني قدم أو شكل منصة لاستعراض هذه التحديات ولمناقشتها لأجل التوصل إلى حلول. والمحور الثالث هو يعني كان الخطط المستقبلية. الآن يعني في جهود كثيرة في البحرين وخارج البحرين ل يعني تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. فشكل المنتدى أيضا يعني قدم فرصة لاستعراض هذه الخطط المستقبلية لمناقشة إيجابياتها وسلبياتها، ولي يعني كما مكن المنتدى يعني أصحاب المصلحة ليعني إنشاء علاقات جديدة بين بعضهم البعض لأجل رسم خطط مناسبة. نعم دكتور، مع ختام أعمال المنتدى خرجتم بعدد من التوصيات والمخرجات التي تم التوافق عليها بين المشاركين، وبالنظر إلى حديثك أن هناك العديد من الجهات من خارج مملكة البحرين التي شاركت في هذا المنتدى، واستعراض يعني ملف المرأة في البحرين كنموذجا بالنظر إلى مشاركة المجلس الأعلى للمرأة، كيف تنظرون إلى التوصيات التي تم الخروج بها، وما هي الآلية التي قد يمكنكم من خلالها ربما مراقبة المخرجات، النتائج التي قد تخرج بها تلك التوصيات عند تطبيقها في الجهات التي شاركت أو الدول التي شاركت في هذا المنتدى؟ يعني أهم بداية أهم توصية يعني توصلنا لها هي عن يعني أهمية استمرار عقد مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تجمع أصحاب المصلحة سواء يعني نخبة القيادات أو الباحثين العاديين الذين يعملون في هذا المجال، لأن ظهر في المنتدى أن هناك يعني نقص كبير في الوعي خصوصا يعني ربما عند العنصر الذكور حول طبيعة التحديات التي تواجهها المرأة. قد تكون هي يعني تحديات يعني ملموسة وأحيانا يعني تحديات نوعا ما غير ملموسة أو غير مرئية. أو أهم توصية هي الحاجة الملحة للاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات مع مشاركة الرجال في هذه الفعاليات، لأن يعني لا ينبغي عقد فعاليات وفرص لتبادل الآراء إذا المشاركين سيكون قائمة المشاركين ستكون محصورة على النساء فقط. التوصيات الأخرى وهذا أيضا يعني انطلاقا من الأعمال الجهود الجبارة لدى المجلس الأعلى للمرأة على مدى الأجيال هي على موضوع أهمية البحث العلمي كوسيلة لدعم هذه الجهود.
فبالتحديد يعني عندما تنطرح سياسات جديدة قد تساهم في مساعدة المرأة أو تمكين المرأة في هذه المجالات، ينبغي دراسة هذه السياسات قبل يعني تنفيذها، ينبغي وذلك لأجل استيعاب المرئيات المختلفة حولها ولتحديد يعني مدى استدامتها وإذا ربما في حاجة لتعديلها. بالإضافة إلى ذلك بعد يعني تنفيذ أو تبني بعض السياسات، ينبغي أيضا استخدام البحث العلمي لتحليلها بأثر رجعي لكي يعني لكي نتمكن من تعديلها إن كانت هناك حاجة لذلك. نعم. التوصية الأخيرة هي يعني أهمية يعني بناء جسور بين المؤسسات الفاعلة في هذه المجالات. يعني المرأة تلعب دور أكبر وأكبر في المراكز البحثية، ولأجل إسهامها في صنع القرار إحدى الوسائل المتاحة هي بناء جسور أمتن وأكثر فعالية بين المراكز البحثية والوزارات وغيرها من مؤسسات تسهم في صنع القرار، وذلك لكي تتمكن الباحثات من يعني تقديم آرائهن والمساهمة فكريا في رسم القرارات النهائية. شكرا جزيلا لك دكتور عمر العبيدلي، مدير البحوث في مركز دراسات.